طبعا العنصر هي عنصرية ليست دين. الدين حرم العنصرية. سيب الدين بنقي له الدين. السؤال هنا مباشر، هل تراها عنصرية؟ عنصرية بحتة. أليس مرتبطة بدين وبنصوص شرعية؟ هم يستدلون بآيات وأحاديث. هم ارتبطوا بأشياء يعني تقريبا من الأحاديث الضعيفة أو كذا. وإذا كانت صحيحة؟ يعني كان يمكن التفسيرها غير الذي فسروا. إذا كان الحديث صحيح. فسروا غير التفسير وفيه تمييز. تمام، ما ندخلش في الموضوع الديني، الموضوع عنصرية بحتة. جماعة الحوثي الهاشمية السياسية في اليمن ابتلانا الله احنا الشعب اليمني بهم، نكبونا من يعني من اكثر من اكثر 200 سنة، واحنا نعاني من هذه العنصرية التابع لهم. شكرا.